كانت هاي زيارتي فيها مفاجأة كثير خاصة إنه شفت أصدقاء دراستي في أيام معهد الدراسات الموسيقية وآخرين من أصدقائي وفي أحد أهم الموسيقيين الحقيقة العراقيين اللي يعني برز في نهايات القرن العشرين هو صديقي من القرن الماضي طول عمره كان دؤوب وأينما يحل تبدأ حول حالة مميزة من النشاط الموسيقي يعزف ويقود ويوزع ويلحن وحافظ بطوال هذه السنوات على خلق ربما يكون نادر في الوسط الموسيقي سعيد جدا أن أشوفه في ستوكهولم وستوكهولم تمنح الأمان لكثير من الناس الذين يبحثون عن هذا الأمان وأنا أوصي هذه المدينة الجميلة وهذا البلد الآمن أوصيهم بأبنائنا أوصيهم بمن تراه ما زال هنا أوصيهم بجيل الجديد القادم من أولادنا إلى أن يعود وطننا كله لأن الحقيقة ليس العراق وحده هو من يضطر أبناءه إلى الخروج ربما معظم أرجاء الوطن العربي بهذه الحال أعود إلى صديقي الذي احتضنته السويد وستوكهولم وأسس هنا مجموعة جميلة سموها نوارس دجلة و... ودجلة هذا الحالم اللي كنا مع أمهاتنا نضع فيه نرى فيه الصواني العراقية مليئة بالشموع ليلا وهي تذهب باتجاه الجنوب حاملة نور المتلألئ والنوارس تحوم حوالين هذه الصواني بما فيها من مواد هذه الصورة الجميلة أعادها لذهني اليوم صديقي الفنان علاء مجيد علاء مجيد سبقنا كثيرا في العراق بحيويته وسبقنا بإنجازه وذهب إلى الإمارات وحقق إنجاز كثير متميز وهو اليوم يحرك الوسط الثقافي العربي وإن شاء الله السويدي كذلك ليخلق هذا الامتزاج والإنسان لابد أن يكون مؤثر بمحيطه أينما يكون وكيفما يكون محيطه الناجح يستطيع أن يكون ناجح ويحقق ذاته مع النوارس وجميل سليم وأحبك
واحب كل من يحبك احبك.